السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على النظام الثماني Octal System Base 8. كل نظام بيبقى ليه أساس. النظام الثماني هو أساسه 8. الديجيتس بتاعته لو ابتدينا من الصفر يبقى من 0 لـ 7، والويت بتاعه الباور اوف 8. اوكي، فهمنا يعني ايه ويت وفهمنا يعني ايه ديجيتس. اوكي، برضو لو هنحول من نظام الثماني الى نظام العشري بنتبع نفس الاسلوب. في اي نظام هنحوله لعشري هو نفس الفكره، بس بنقول ان دي الاوكتال بوينت، بنقول 8 اس 0 اللي هو شمال علامه موجب يمين علامه سالب، ونبدا من 0 8 8 اس 0 8 اس 1 8 اس 2 8 اس 3 وهكذا. يمين العلامه 8 اس سالب 1 8 اس سالب 2 8 اس سالب 3 وهكذا. اوكي، طيب تعال ناخد المثال ده مثلا، وهو the value of 124.160 دي بالنظام الثماني، حولها لي النظام العشري هتساوي كام؟ اتفقنا هي نفس الخطوات. اول خطوة بنحطها الويت، الويت بتاعنا هو ايه؟ هو الاساس 8. 8 الباور بنبدأ من الصفر، بعد كده 8 اس 1، بعد كده 8 اس 2. في غلطة غلطتها، ده انا ابتديت بالصفر وانا ايه، بص كده راجع تاني مع بعض، هنا بالسالب هنا بالموجب. لازم نمسح دي، نمسح دي، أو ممكن ننقلها كده اهو، نحطها كده، ايه رأيك؟ صح؟ لأن شمال العلامة اللي هي أوكتال بوينت أو أي بوينت بنبدأ الموجب بتاعنا، لو 8 أس 0 8 أس 1 8 أس 2. طيب يمين العلامة نبدأ السالب بتاعنا، السالب يبقى 8 أس سالب 1، بعد كده 8 أس سالب 2، 8 أس سالب 3، كل رقم تحتيه القيمة بتاعته. اوكي، طيب زي ما اتعودنا في الأنظمة اللي فاتت ان احنا بناخد كل ديجيت ونضربه في الايه، الويت بتاعه. اتفقنا ان كل ده هو يسمى ويت، وزن. اوكي، وزن الرقم، فكل رقم من دول عبارة عن ويت. إذا أنا عشان أجيب الرقم ده أحوله عشري، أخد كل رقم أضربه في الإيه، في الويت بتاعه، ماشي، ونجمع في الآخر نفس الخطوات. أوكي، say 4 × 8 أس 0، نجمع الرقم اللي بعديه 2 × 8 أس 1 بلس 1 × 8 أس 2. اوكي، بحيث ان ده الرقم الموجب يعني، او الرقم الصحيح، الرقم الصحيح. طب الكسر بعد كده ندوس الكسر اهو، اللي هي سالب 1 سالب 2 سالب 3، ناخد برضو الرقم 1 × 8. طب هنكتب لون تاني. اوكي، ده الكسر بتاعنا 8 × 1 × 8 أس سالب 1، نجمع زائد الرقم اللي بعديه اللي هو ده 6 × 8 أس سالب 2. اوكي، زائد اللي بعده 0. طيب يطلع الرقم بتاعنا المظبوط اللي هو 84.21875 في النظام. الرقم ضربناه في الوزن بتاعه وجمعنا الرقم في الوزن بتاعه وجمعنا، جمعنا كل الأرقام الصحيحة أو الكسور، وطلع الرقم بتاعنا في النظام العشري. لكن عرفنا عن نظام الثماني وإزاي نحول من الثماني العشري. طب ما تيجي ناخد مثال كمان، مفيش مشكلة، ألف رقم يعني مش 0 لـ 7، أرقامنا من 0 لـ 7. أي رقم بقى تحطه من 0 لـ 7، تمام، ده النظام الثماني.
طيب حتى ما تألف رقم، يعني انت هتألف رقم يبقى برضه من 0 لـ 7، دي 0 2 5 1 3 4 6 7. تمام كده لفنا مسألة سهلة ايه جميلة. تعالى بقى نحولها لنظام ايه العشري. أول حاجة بنعملها اعمل السومة بتاعتك كده وحط الوزن، وزن كام البيس بتاعتك اللي هي 8. أول حاجة حط كده وكده، شمال علامة بوزيتيف، يمين العلامة نيجاتيف للباور. بنبتدي من الصفر، بعد كده بتقول 8 أس 1، 8 أس 2، النيجاتيف بعد كده بتاعنا نحطه كده، 8 أس سالب 1، 8 أس سالب 2. كده حطينا الويت بتاع كل رقم. ايه اللي ناقص نعمله؟ ناخد كل رقم ونضربه في الايه ويت بتاعه، صح كده؟ تمام. نبدأ في 2 2، او عايز تبدأ من يمين شمال شمال يمين كيك، انت تضرب وتجمع مش تفرق يعني. 2 في 8 أس 2 زائد 0 في 8 أس 1 زائد 5 في 8 أس 0 زائد 1 في 8 أس سالب 1 زائد 7 في 8 أس سالب 2. اجمع الرقم ده معايا كده على السريع، هي 33. اوكي 0.23 في النظام العشري، يبقى رقم 133.23 في النظام العشري. حابب تتأكد خد الرقم اللي على الشمال لوحده اللي هو الرقم الصحيح، خش على الآلة دوس مود رقم 4 بيز ان، اكتب رقم، اكتب خش على الأوكتل اللي هو عند علامة لين في آلة FX 991، دوس على اللين هيجيب لك الاوكتل، اكتب 205 هتساوي. احنا اتفقنا ان الاوكتل بيتعامل مع كل رقم لوحده، ما بنقولش 205 بنقول 205. طيب حولهم 10، دوس على العشري اللي هو الديسيمال اللي هو عند الاكس اس 2، يطلع لك 133. ماشي جميل جدا، يبقى انا حولت الرقم ده كده 10، بنفكر مع بعض اهو 133، وعشان كده انا سميته ايه العدد الصحيح، عشان بنتعامل مع عنه ان هو عدد صحيح. تمام، بعد العلامة عدد كسري، احسب العدد الكسري واجمعهم على بعض. ده المثال اللي احنا ألفناه مع بعض وحسبناه برضو على الايه على الآلة في الأكواد بتاعتها. طيب ده كده بكل بساطة هو النظام الثماني. آخر مثال، آخر مثال، وهو نحسب عدد صحيح فقط. تمام، زي مثلا 1 2 6 8 هيساوي كام؟ 10. اوكي طيب اول حاجة بنعملها بنحط الايه الويت، الويت على اساس ايه النظام بتاعه، نظام 8 يبقى الويت بتاعه 8. اول خانة يعني 0، اللي بعدها 8 أس 1 عشان ده عدد صحيح، 8 أس 2 جميل جدا. دي أول خطوة. تاني خطوة بنعملها ايه؟ بناخد كل ديجيت اللي هو كل رقم تحتيه الويت بتاعه اضربه فيه، يبقى 6 في 8 أس 0. بعد كده ناخد الخانة اللي بعدها 2 في الويت اللي تحتيه، يبقى 2 في 8 أس 1 زائد اللي بعديه 1 في 8 أس 2، 1 في 8 أس 2 جميل جدا. اوكي اللي هو 6 زائد 16 زائد 64 86، يبقى كده رقم مظبوط. فده التحويل بكل بساطة من النظام الثماني إلى النظام العشري. أرجو أن يكون الفيديو ده أعجبكم، وضح لكم أفكار بسيطة إيه الأخطاء اللي ممكن نقع فيها وازاي نصححها، وازاي نعمل تشيك لو في حاجة غلط نعرف نصححها عن طريق الآلة او عن طريق القوانين. شكرا لكم، ان شاء الله نتلاقيكم في الفيديو الجاي.